السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، حياكم الله جميعا، تبارك الله عليكم، عشر مباركة إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غتشوفوا كريمة مارفيل، دروج ديال كريمة مارفيل، وواحد الدخلة ديال بيير تازا باجي إن شاء الله. نعطيو بعض المعلومات إن شاء الله اللي كتخص هذا الفيديو هذا. بالنسبة للمعلم هنا راه كيشد الركاب ديالو مع الحيط باش ما كيجيوناش الدروج عوجيني، إلا ما خدناش الركاب ديالنا هذي 80 ديغري في الكوان، دونك الدروج عندنا غيكونوا بحال غيجيو عوجين شوية. وباش ناخذ الركاب كنشوف واحد الزليجه ليكير كاريه وفيها ليكير عاطينا الركاب مزيان، وتنحطوا الدرجه ديالنا الاولى وتنخدموا عليها ان شاء الله. وكما شفتوا الدروج هما هادو ديال كريمه مارفيل، كريمه مارفيل برومي شوا، فينيسيون بوند كولي بانطلاسقه عاديه سامبل، وراك شفت الطريقه كيفاش راكبه تبارك الله. بالنسبه لهاد الجهه هادي اللي فيها هاد 6 درجات ولا 5 درجات، تما كان عندنا الحيط حيدناه باش نعطيو لي سباس للدخله، وخرجنا الدرجات هما الاولين، عاد من بعد خدنا الدروج عندنا عاديين. بالنسبه للونطري حتى هو هذا اللونطري، درنا فيه بيير تازا، الكوان درنا جوان كرو يعني الفيوره سنتيم على سنتيم، وبالنسبه للبلايك يعني ما بين البلايك درنا جوان كرو حتى هو ديال جوج سنتيم، داخل تقريبا بواحد 7 المليم ولا 6 المليم باش داخل داخل. وخدمنا بالعماره، درنا السلك، خدمنا السلكون فاليزي ماركه مزيانه، وضربنا في ليبيسور وضربنا في الظهر ديالها وفيكسيناهم مزيان. الكليان بغى غير الدخله، من بعد ان شاء الله غادا غيحيد هاد سميتو المغسول مع الجناب ان شاء الله، عاد يضرب هاد المساحه كامله ان شاء الله بالبيير تازا وليكملها بالكارلاج. وفي الجناب درنا هذيك الباندا طالعه ديال جوج سنتيم وداخله تقريبا بواحد 5 سنتيم باش انها تخرج خارجه نسبيا بواحد سنتيم ونص باش تعطي داك المنظر. كيما شفتوا الباب هو هذا تبارك الله جا مزيان. الدخله هي هذه، حيدنا هذاك الحيط باش يعطينا هذا لي سباس كامل. الدروج هما هذو تبارك الله جاو مزيانين، مازال الصباغ يدخل ان شاء الله. ولا بلانت مني كتضرب لها بلانت الاخوان ضروري ما كندوزو لها سكوتش ديال الكاغط باش نحافظوا عليه ان شاء الله، باش من يدوز الصباغ ولا يبدا يحك الصباغ بعدا طيح الغبره ويطيح هذاك الشيء، يعني ما يتوسخش لينا لا بلانت. ودار له واحد السكوش ديال الكاغط ديال الصباغه من الفوق باش الصباغ من يخدم تا يسالي لا فينيسيون ديالو، كنحيدو السكوتش حنايا على البلانت على البلينتا، هذيك السكوتش ديال الكاغط ماشي السكوتش الاخرى العاديه اللي غتخلي لنا المشاكل، السكوتش ديال الكاغط نحيدوه على البلانت ديالنا، والبلانت ديالنا كتبقى نقيه من جهه لا فينيسيون. الدروج هما هادو تبارك الله جاو مزيانين، وفيهم الدرجات العاديين وفيهم البالي وفيهم الشعريات، حتى ولو كانوا ضيقين بعض شويه بعض شيء، المهم جاو مزيانين ان شاء الله. خاص غير الصباغ دابا يدخل ويقاد المسائل ديالو. وبالنسبه للونطري على برا خدمناه ببيير تازا، بيير تازا كما تعلمون بانه هو اللي كيصبر شويه الشمس بالمقارنه مع بعض انواع الرخام ديال لاريزين، خصوصا بحال هذا الرخام، هذا الرخام ديال كريمه مارفيل ولا بير لاتينو ولا روجالي كونت ولا مارو امبيريال، الاغلبيه فيهم اللي فيه سير وكيتخدموا بلا ريزين، ولا ريزين ما خصناش نعرضوه للشمس، لانه قد ما تعرض للشمس كيكون مشكله انه من مع المده تيتشقق وتيمشي ليه اللون ديالو. حتى ما كانش النسبه ديال لا ريزين كاينه في الترونش بزاف، كنلقاو انه تيمشي ليه اللون ديالو ما تيبقاش بريون 100% يعني تيولي سومي مات ولا ادوسي. بالنسبه للونطري بيير دو تازا، كاين بيير دو تازا غري، كاين بيير دو تازا باج، وكما قلت لكم انه تيصبر مع الشمس. هو هذا باب عادي سامبل، خدموا الكليون بهذا دليل الباب ديال لينوكس، عطى واحد المنظر يا سلام، مهم جا جميل تبارك الله. والخدمه ديالو خدمناه خدمه سامبل، فيها غير جوانكرو وفيها الفيوره مع الجناب في التلاقيه، حيت ما يمكنش نديرو حنا 45 هنا، ربما غيبقى مشنتف واحد شويه ما يعطيش مزيان. والدروج هما هادو المرحله النهائيه ديالهم تبارك الله جاو مزيانين سامبل. كاين لي تيب دو فينيسيون كاينين بزاف، كاين باندا لاصقه عاديه، كاين باندا لاصقه 45، عاد باندا لاصقه 45 كيدار في الكونتر مارش طويل وواحد لونطري صغير ديال ليد كيكون لتحت، كاين فينيسيون بومبي، كاين فينيسيون بوند كولي في فيها واحد الفيوره صغيره مع الجناب. وما هادو الدروج الاخوان، وللاشاره هاد كريمه مارفيل تيصبر على حسب الوسخ انه باج وما تيتحمل شويه الوسخ ما تيبانش فيه، وتعطي حتى ليكليراج بالنسبه للمحل. تحياتي للجميع، انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله، تبارك الله عليكم.